هلا والله فيكم حلقة جديدة من خمسة أشياء. راح نذكر لكم خمسة من أغرب ألعاب أو نسخ ألعاب تترس. تترس عرفتوها اللعبة المشهورة. لكن قبل ما نبدأ لا تنسون تضغطوا اللايك واشتركوا بالقناة. والحين خلونا نبدأ. أول لعبة معنا هي لعبة هاترس من تطوير أليكسي باجندوف، وهو نفس اللي طور لعبة تترس الأصلية. صدرت هذه اللعبة على النينتندو والجيم بوي والأركيد. فكرة اللعبة بالضبط نفس تترس، بس تختلف أن بدل ما تركب مكعبات فوق بعض هنا بتركب قبعات بأشكال مختلفة. كثير قالوا في وقتها إذا حبيت تعالج إدمانك من تترس ألعب هاترس، والناس كثير يعتبرونها الجزء الثاني للعبة تترس. واللعبة الثانية هي لعبة ولترس من تطوير شركة اسمها دوكا، صدرت عام 1989 على مايكروسوفت دوس والماكنتوش. تم نقلها بعدين على أجهزة مختلفة بعدها. هذه اللعبة مبنية على اللعبة الأصلية، وتعتبر أول سيكول أو خلينا نقول نسخة ثانية للعبة تترس. اللعبة قدمت نظام لعب مختلف ونقلت نظام من 2D إلى 3D. طريقة اللعب كانت أنك تتحكم المكعبات عن طريق أربع جدران، وتحاول تتخلص من المكعبات بنفس الفكرة الأصلية. ولو نزل المكعب وصار طالع على الجدار راح يتجمد الجدار وما تقدر تنزل عليه أي شيء إلا بعد فترة، وإذا جمد كل الجدران راح تخسر اللعبة. ثالث لعبة معنا لعبة وورترس من تطوير سيرجل توتكن، صدرت عام 1991 على البي سي وبعدها بسنة على الجيم بوي. من اسم اللعبة وورترس، اللعبة تعتمد على الكلمات. لازم تسوي كلمة من ثلاث حروف أو أكثر من المكعبات اللي تنزل. يمديك تسوي كلمة بكيفك، بالطول أو بالعرض. حتى في أدوات المساعدة مثل مكعب على شكل استفهام، هذا المكعب تقدر تخليه في أي مكان ويصير أي حرف، وغيرها من الأدوات. اللعبة نجحت كثير وشافوا أن أخذت الممتاز من اللعبة تترس وطورت عليها. لعبة رابعة معنا لعبة الوجوه أو فيس ترس 3 من تطوير سبيكتروم هولوبايت، صدرت عام 1990 على البي سي. هذه اللعبة قدمت فكرة جديدة للعبة تترس، وهالمرة استخدمت الوجوه بدل مكعبات. كل مرة راح تنزل قطعتين، راح بيلك فوق هالقطعتين هي أي جزء من أجزاء الوجه اللي بتجي بعدين، هل هي خشم أو عين، وكل عليك تسوي إنك تركب الوجه كامل. طبعا كل ما ركبت وجهه يكون تركيب بالضبط راح تاخذ نقاط أعلى، وإذا وصلت لفوق راح تخسر. أخلى معنا في القائمة هي لعبة في تترس، وهي لعبة حصرية في اليابان لجهاز الفيرتشوال بوي. نفس الفكرة الأصلية للعبة مع إضافة أطوار مختلفة. اللعبة راح تعطيك ثلاث أطوار مختلفة، ولأنها على جهاز فيرتشوال بوي راح يكون عندك خلفيتين تعطيك تأثير 3D. اللعبة ما نجحت ولا قدمت شيء جديد، والجهاز أصلا ما صدر عليه 22 لعبة بس منهم هذه، وما يحتاج تلعب اللعبة، يكفي إنك تشوفها وتشوف اللون الأحمر وتحترق عيونك من المنظر. وهذه كانت خمس من أغرب نسخ من لعبة تترس. أعطونا رأيكم بالحلقة، وقولوا إذا تبون في جزء ثاني في ألعاب ثانية برضو نسخ ثانية ما ذكرناها. يعطيكم على المتابعة، كماكم هذا الشيحة، مع السلامة.